الكاس 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 الذهب 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 الشامسي 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 مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول مراسيل 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 مع الكاس مع الكاس مع بن مفتاح مع أبناء الإمارات غادر بعيدا حلق بعيدا مع الكاس مع الكاس مع الكاس يا سلام الكاس إماراتي الكاس إماراتي مراسيل ترسل الكاس إلى أبناء الإمارات بقيادة بن مفتاح بقيادة علي بن مفتاح الشامسي سلام يا الشامسي سلام سلام مراسيل سلام تهانينا وألف مبروك بن برقان بن برقان قادم بدأ الاقتتال بدأ نزاع الله اختلط الحافل بالنابل اختلط الحافل بالنابل عمالقة التضمين بدأوا بالمواجهة الله الله يا الأدهم بالراية لا زال على المركز الأول الشامسي على المركز الثاني بن برقان على المركز الثالث الخيالي قادم ولكن الأدهم 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 يا سلام بن برقان بن برقان مع ساير الله الحذاب الأدهم ساير الحذاب الأدهم ساير آخر الأمتار آخر الأمتار أمتار مجنونة أمتار الرمز أمتار الرمز ولكن ساير الأدهم ساير ولكن بالراية ولكن بالراية روح مع الرمز روح مع الرمز سلام يا وامر تذكر الله الله وصل الجربوعي وصل بن مهيرة وصل كذلك الشامسي عذية هي الحاضرة بشعار سالم بن حمد الجربوعي مع المركز الثالث المركز الرابع القدوم من قبل شخصية بشعار خليل بن راشد الشامسي ولكن غادر الزعبي غادر غادر الزعبي غادر مع شعاره وكذلك شعار الشهواني سعيد بن راشد يقود لنا هذه الثنائية سلام يا ابو راشد سلام سلام يا الزعبي سلام تولى وهنالك مزلاج اللحظات الأخيرة ولكن تولى تهانينا وألف مبروك لمالك تولى سعيد بن راشد الزعبي كذلك نهني قتل الكبار من دون يوامل ولا تحريكات وصل عالي وصل عالي وصل شعار القرح الحاضر والمتواجد بكل قوة يا سلام يا سلام آخر الأمتار آخر الأمتار ولعت يا ناس ولعت يا ناس يا أرض احفظي ما عليك يا أرض احفظي ما عليك من هذا الإقلاع طار القعدان طار القعدان عالي عالي من غير من أقلع من طار طار بالسلام طار سلام سلام الزعبي سلام سلام لعالي سلام حمد بن عبد الله بن راشد القرح والسلامات تذهب إلى الشحانية سلام الزعبي سلام تهانينا والناموس شقرة 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 تنطلق شقرة تغير شقرة ما شاء الله تبارك الرحمن على العروض الممتازة من شقرة على المنافسة الأولى سعيد بن علي البريس المري على المنافسة الأولى انطلقت شقرة باعدت شقرة المنافسة مع شقرة شقرة تقترب إلى منطقة الأعلام تعلن الفوز والانتصار والناموس الغالي سعيد بن علي البريس المري تهانينا 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 وألف مبروك لمالك الشقرة سعيد بن علي البريسي والتهنية واصلة من المخرج علي بوشارب من ال...
مصوب عتيق بن فران البرادي ولكن بن الحيان هداش بن الحيان مع المركز الثاني ثالثا فريح بن دلوان اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة هداش ومصوب ولكن هداش الداهية غادر بن الحيان ولكن مصوب صامدا اللحظات الأخيرة مصوب هداش ومصوب إلى الإمارات إلى قطر إلى الإمارات هداش الداهية مصوب هداش ولكن هداش عمار يا العامري عمار قادمين متواجدين مع الجازي مع شيعة بن سلامة الحاضر والمتواجد بكل قوة انطلقت الجازي غير الجازي حلقت الجازي بسم الله هي ما شاء الله اذكر الله يا جماعة على العروض الممتازة اي عرض يهز الارض الميدان يتزلزل تحت في هذه البطلة تحت خف الجازي عبد الله بن سلامة روح بالانتصار روح انجاز بالسلام بالعروض الخيالية بالعرض الممتازة مع هذا شعار كبير سلام بن سلامة سلام تهانينا والنمود على حصول القوة حاضرة ما بين الثلاث المراكز الأولى الله والله تحدي يا جماهير التراب والله تحدي لكن القدوم من رقم 27 القدوم من قبل الغزال لمبارك بن صالح بن خريد المنصوري مع المركز الرابع لكن من يغير في دوره هل المركز الاول هنالك الغزال وعفرين والغزال الله الله التحدي الإثارة الامتار المجونة الامتار الحساسة الامتار المجونة لكن من ينتزع هذه المرأة المركز الاول بالعروض الممتازة بالعروض خيالية بالعروض الممتازة الله يذيب العابر قادم ولكن الذيب مع لوطيب الذيب والعابر آخر الأمتار لمن هذا الشوط لمن السلام لمن الانتصار لمن الإنجاز ولكن العابر يتسلل ينطلق صاحب الكاس يا سلام يضيف الإنجاز لإنجاز في السابقة سلام للعابر سلام لهذا الشعار سلام تهانينا والنموذ على حصول العابر على المركز الأول لخالد بن علي بن حمد الشهري ثاني المراكز الزيب. ذهب الكأس الأول للجذاعب كار مواطنين مع مراسيل للسيد علي راشد مفتاح الشامسي يستلمه نيابة عنه خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي ألف مبروك كأس مراسيل المبروك صاحبة الكأس المبروك الشوط الثاني الرئيس جداع قعدان للمواطنين ذهب الكأس مع الأدهم للسيد سعيد بن علي بن سعيد البريص المري بن راية ويستلمه راشد بن علي بن راية وعلي بن جار الله بن هديبان وصالح بن سعيد بن راية تفضلون لاستلام كأس الأدهم ألف مبروك ألف مبروك لجميع الفائزين الحاصلين على هذه الكؤوس ورموز هذا الصباح
لسن الجذاع. ألف ألف مبروك. أنا أشهد أن منطرق غنى وغنيت أنا اليوم ضرباني لأجل الوطن ما دخر غنى منا منا أن العمر فاني يا ما كتبنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصن.